أي جمال، نحن ما عملنا معها غير الواجب. رد الجميل يا أبو العطاء، واجب على كل ابن أصل. المهم الشوربة عجبتك ولا لا؟ طيب كثير وزكي. صحة وعافية إن شاء الله. على قلبك يا رب. المهم ترتد لك عافيتك بسرعة، وهذا أملنا. الله كريم، الله كريم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله. الحمد لله يا رب، الله رده لأنه ابن حلال. ما دام أكل صحن الشوربة معناها بلش يتعافى. الحمد لله. روحوا اذبحوا لنا خروف لأنه اللحم بيرمله عضو. تأمر يا أبي. على راسي يا أبي. تكرم يا أبي، رح نذبح له الخروف. قطعوه وسلقوه مليح لأنه المرأة كمان تنفعه. أنت لا تاكل هم، خليك عند الزلمة ونحن رح نقوم بالواجب. يلا يا بنات. يلا. لا تأخروا. عمي أنا عم أقول لحالي طالما صرنا مضطرين نقعد عندكم ثلاثة أيام بس نلاقي طريقة نخبر أهلنا. وعلى شنو تخبرون أهلكم؟ ما أنتم رجال، ورجال لهم ظروفهم بدروا بالسفر. عمي شو دخل هاي القصة برجال؟ مزبوط عم تحكي عمي، بس يعني نحن إجينا لهون على أساس نبقى يوم واحد، وبتعرف يعني قلب الأم. الله الله على الأم وقلب الأم، بهذه غلبتني يا وليدي. إيه؟ لكن كيف تخبرون أهلكم؟ واني ما أريد أعرف شيء عنكم لبعد اليوم الثالث. عمي ما بعرف، المشكلة إن إحنا أهلنا بعاد. هي شنو تعسرت؟ يعني أنا عم أقول لحالي عمي ما في هون عندكم طبرية شغلة شي تليفون هيك الواحد يدق منه يخبر. لا عادي، شلون ما بي تليفون؟ بالله كتير منيح. وين؟ بالمغفر. إيه الحمد لله هيك انحلت المشكلة. أوكلوا الحين وبعد ما تنتهون نروح على المغفر. روح يا عم الحاج، الله يطمن قلبك أنت والأنسة حليمة. نعم؟ إيش تقصد؟ بشو يعني؟ بأنسة؟ أي يعني عزباء. هيك شنو فهمت. شنو تريدون نجهز لكم طعام الغدا يا وليدي؟ يا عمي مو لحتى نخلص من الفطور أول شيء؟ خلص يبا خلص، اتركوا الطعام علي أنا. وأنا مع الأنسة حليمة، لأنه طبخاته شيء بيمزع العقل. تسلم يا أخوي تسلم. يلا بخاطرك. وحيد خير؟ شو في؟ قليلي. بصراحة في موضوع كتير ضروري بدي حاكيك فيه من مبارح، بس قلت خطي يعني تعبان وجاي من الشغل تعبان وهيك، فقلت بحكي معك اليوم الصبح. ايه بس بسرعة، يرضى عليك يا نادية لأنه تأخرت على الوظيفة. هيك حديث ما بينحكى على السريع لأنه بيسوى 60 وظيفة. خير؟ فتحت لنا طاقة من السماء. كيف؟ وانت قدها وقدود. لا تقليلي بدك مني شي من المحكمة؟ ايه من المحكمة، وبدك تستلمها لأنه رح تعمل مني ومنك من كبار القوم. مو أحسن من هالراتب المشرشح اللي عم يقبضوك يا؟ فهميني شو الموضوع؟ سهلة كتير، تنزيل من حكم الإعدام للمؤبد، ومن المؤبد للعشر سنين، والحبل على الجرار هيك للبراءة. فشو قلت؟ ممكن تبطلي هالسيرة؟ لا ما رح بطلها، مو أحسن من عيشة الفقر اللي معيشني إياها وبدك توافق. وأنا مبسوط بهالعيشة طالما ضميري مرتاح يا نادية. عم قلك انفتحت لنا طاقة من السماء رح تعمل مني ومنك من كبار القوم. أنا عشت هيك ورح موت هيك، ولا يمكن أعمل شيء ما بيرضي الله والرسول. فهمتي بقى يا نادية؟ ترجاك يا وحيد. مستحيل. وغير هيك؟ أنا ما بيع ضميري، فهمي بقى، وغير هيك ما عندي. غبي، ورح أضل كل عمره غبي وشرشوح. ما رح أترك هالفرصة تروح مني لو على دمي. ألو بدرية خانم، كيفك شو أخبارك؟ شو بدي أقول لك بدرية خانم، في موضوع خاصي هيك بيني وبينك، إذا بتمرقي لعندي أو إذا فاضي أنا بيجي لعندك.
كتير منيح، معناها خلصي مشوارك وتعالي لعندي. بس يا ريت بدرية خانم تشرفي قبل ما يجي جوزي من وظيفته. معناها بانتظارك. شرفي تعالي. مريم ليك صالحة؟ شو قعدك برا لهلا؟ لك قاعدة مع خالتك أم صابر، خطي ما نشف دموعها من وقت ما غاب ابن محمد. وطلال لهلا ما رجع، راح المخفر وما خبرنا شو صار معهم. يلا على السريع عجلي وبدلي اواعيكي مشان ما نتاخر على رئيس قسم سجل النفوس، عندنا موعد معه. شو نسيتي؟ مشان هيك مناديتي لي. ايه شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس مالي رايحه. بدك يعني روح لحالي؟ لا ايوه، روحوا اثنيناتكم مع بعض احسن. شو رايك تروحي انت معها؟ شلون بدي روح معها وانا بطني قدامي على الدوائر الحكوميه؟ ايه خلص معناتها سكروا على السيره، مالي رايحه. ليش بقى؟ لانه اللي عم تحكي عنه رئيس قسم النفوس واحد قليل ادب. شو عمل؟ ليلى ليلى شو عمل؟ يو ما عمل شيء، الزلمة كتير محترم، بس لأني أنا قلت لها للخانم إنه ها حاسسته معجب فيها. بس؟ إيه بس. وظريف ومرتب؟ عم قلك الزلمة كتير محترم. إيه شو عليك أختي؟ بتصيري حرمة موظف حكومي قد الدنيا. أنا كم مرة قلت لكم ما بدي أسمع بها السيرة؟ قولي على قامتي، حتى بالمزح ما عم تقدر تسمع هالسيرة. إيه ما كان في داعي للحكي أنت التانية. ايه بس انا عم بمزح، والله عم بمزح. شايفه شو صايره صعبه؟ حتروحي لحالك؟ لا رح اخذ معي جارتي اميره. ايه منيح اذا هيك. يرضى عليكي انت، خليكي جنب خالتك ام صابر، اختي لبينا ما نعرف شو بده يصير مع ابن محمد. لا تهك ليان. لك امي شو حكيتي انت وياها مع اختكم صالحه حتى طلعت لبرا عم تركض مثل المجنونه كش برا وبعيد؟ شبكون؟ ليش ساكتين؟ شو قلتوا لها؟ حسبي الله ونعم الوكيل على هالسيرة. قلنا لك يا بنت الحلال بالنسبة لموضوع المصاري لا تاكلي هم منوب. وأنا بعرف يا أخي، بس بتعرف جنابك أنا كنت مفكرة الأمر سهل، بس لما سألت جوزي وقالوا لي إنه فيها فك من حبل المشنقة يعني. هي علينا، قلنا لك طلبي وتمني، المهم بدنا النتيجة. النتيجة مضمونة 100%، بس بتكلف لشوي. قديش يعني؟ بتعرف جنابك كتار بدهم يشتغلوا بالأمر والموضوع مو سهل منوب. حاصله، قديش بكلف؟ جيب لي 50 ذهبية لأتحرك على السريع وبعدين منشوف قديه بتكلف. ماشي تكرمي. وبحال إجيت والتقيت بجوزي يا ريت تسأل عن بيت السمان، شحه بجنبنا مشان ما يدرب السيرة. حاكم صاحب ضمير وما بيقبل بالطرق الملتوية يا بعدي. لا تاكلي هم منوب، أنا حاسب حساب، هدول بيطلعوا أكتر من 50 ذهبية، خديهم خديهم من إيدي، دبري حالك فيهم لبين ما تعرفين قديش المبلغ. يسلم ايديك، بس بدنا نتيجة سريعة يسر على عرضك. ها ايه لكن يوم وانا كل يومين ثلاثة مر لعندك مثل هذا الوقت. كتير منيح. سلام عليكم. وعليكم السلام. رح جيب زيت كاز مشان تقوى النار تحت الطبخ يا بنات. لا تطولي، جيبي معك ملح وفلفل كرمال نحطها مع المرقة لتموت ريحة الزفاف. خفوا ايدكم يا بنات، الضيف جوعان. امرك يا بي. شوف يا ابني، نحن هون اللي بنسأل. إيه ما في مشكلة، سأل بس ما حدا يقوص، خوفتوا البنات. في شخص هيئته من الشام وكل ظني متخبي عندكم. إيه شو يعني؟ يعني كل الإشارات والدلائل بتقول إنه هو هون، سلموا بتسلموا وغير هيك بحرق الدار بمن فيها. طول بالك يا ابني، خلينا بالأول نقوم بالواجب وبعد عمل بدك يا بدنا هذا الشخص وبس. وإذا قلنا لك ما نعدنا كذاب. لا تصرخ ابو شبي وتقول عنه كذاب. سدي بوزك يا بنت. لا تقول سدي بوزك يا قليل الأدب ولا منكسر راسك. قسما عظما أي حركة مشبوهة رح أحرق الدار بمن فيها. الشخص موجود عندكم. إذا قلنا لك ما نعدنا رح تقولوا كذابين. اتفضلوا فتشوا. غازي رمزي فتشوا البيت.
عليك من الله السلام يا مساء السلطان. اهلا بالحاج نوفل، اهلا وسهلا، اهلا ورحب. تسلم. الشباب ضيوفي وودهم يحكوا بالتليفون مع ربعهم قبل ما ينشغل بالهم عليهم. تليفون والمساعد سطام وكل عناصر المخفر تحت تصرفكم وتصرف ضيوفكم. تسلم تسلم، انا انتظركم برا. مشكور يا حاج. تسلم يا عمي الحاج. تفضل خذ راحتكم. ما لقينا شيء. ما في حد. الله لا يعطيك العافية أنت وياه. راح فوت فتش بنفسي. ولك يا ابن الحرام، لك كيف تفوت على بنات العالم وهنن عم يتحمموا؟ لك طلع لبرا، عمل لك طلع لبرا. عم استغفر ربي وعم بدعي انه يسامحني. من قتل نفسا بغير ذنب كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا مؤمنا كأنما أحيا الناس جميعا. الله يرضى عليك يا بنتي دنيا آخرة، بفعلتك هي أنقذت الرجل من موت. الله يخلي لنا ياك يا عمي، الله يخلي لنا ياك. أبو العطاء، هذا الشيء اللي صار جوا ما بتصدق يا أبو العطاء. الشيء اللي صار كان عظيم. الله محيي البطنة اللي حملك، الله محيي أبوك اللي رباكي، يحيي الأرض اللي مشيتي عليها. الله محييك يا أبو العطاء، عهدا علي أمام الله وأمامكم، عهدا علي أمام رب العالمين وأمامكم يا أبو العطاء، إذا رد الجميل على الشيء اللي عملته بنتك أنهر دم وراح تردد. أقسم بالله ما راح تردد، وأنا أبو طالب لأنا وقتي. الواجب ما بده رد جميل يا أبو طالب. ونحن كمان مستعدين إنه يجري نهر دم وما يقولوا بيت أبو العطا ما حموا ضيوفهم. الله محيي أصلك يا بنت الناس، الله محيي هذا الكبير أبو العطا اللي رباكي، الله محيي الأرض اللي مشيتي عليها. إيه ده؟ إيه ده يا أبو طالب؟ لا يا أبو العطا، كيف بدك يعني إيه ده يا ابن الناس؟ وكريمتك قامت به الفعل اللي أنقذ حياتي من الشياطين المجرمين. صدقني يا أبو العطا، نار عم تاكل من جوا أكل عالشي اللي عم بيته بنتك. عمرك طويل يا أبطال. أنت أخونا بإذن الله. خير خير خير، ساعدوني يا بنات ساعدوني. هالشي اللي عرفته بطرق الخاصة، لأنه معلومكم هذا الموضوع مو من اختصاصنا. وبصراحة أنا تدخلت للهفتك ولهفت ست أختك اللي إجت معك بالمرة الماضية. شكراً كثير لك. المعلومات اللي عندي بتقول انه لمعات المحتسب انتقلت من سجن حما من مدة اسبوع. شو هالحكي؟ ولوين نقلوها؟ اكيد عالشام. وقدرت تعرف اذا هي عايشة ولا ميتة؟ يعني منفذ فيها حكم الاعدام ولا لسه؟ هلا طالما نقلوها لهون فالمفروض يكون تنفذ فيها الحكم. طيب كيف فينا نتأكد؟ هلا كمان هذا الموضوع مو من اختصاصي، بس لو بتريدي ما في مشكلة، ممكن اسأل. يا ريت يا سيد هاني. تكرم عينك، ان شاء الله ما منقصر. ما عرفتينا على الست؟ أميرة جارتي ومثل أختي. أهلا وسهلا، تشرفنا. تسلم، نحن اللي تشرفنا معرفة حضرتك. صحيح، ليش ما أجت معك الأنسة صالحة؟ هو صالحة بصراحة ما قدرت تجي لأنه عنا عزيمة بالبيت. أماني بلغيها تحياتي. خلص أكيد بيصل.
بدي أسألك كمان شغلة. أنا لهلأ ما عرفت جنابكم لا من وين ولا من أي عائلة. نحن من محلة الأنوات، ووالدي بيكون أبو طالب زعيم الحي. والنعم والله، شرفنا. يزيدك شرف. يلا بالإذن منك. أهلا وسهلا. شكرا كثير عزبنا. شرفتوا ولو. لبشرة يا أهل الأنوات الكرام، لبشرة يا أهل الأنوات الكرام، لبشرة يا أهل الحارة، لبشرة يا أهل الأنوات. لك بشرة. قولي أول الغيث قطرة يا شباب. يوم بشارة محمد، وبإذن الله بكرة بشارة الزعيم أبو طالب. كمان هي بشارة. يا سلام يا سلام. حكى معي محمد من طبرية إيه؟ وقال لي يومين ثلاثة بكون هون بالحارة إن شاء الله. بسموني بنامونا. بلغك بشي لمح لك لشي؟ والله يا مختار بصراحة الخط كان عم ياخذ ويعطي، يا دوب اسمع صوته، بس المهم هو بخير. الحمد لله الحمد لله. شرفوا على الديوان، شنو عم ننتظر مختار الإمارية على أساس حدا من طرفه يروح على القدس الشريف بيسألنا على أبو طالب. شرفوا شرفوا. تفضلوا تفضلوا. يلا يا شباب كل واحد على شنو. يلا ليكوا عمي الله يرضى عليكم، بتجهزوا لي البضاعة تبع الشيخ أحمد الشرباتي لبين ما أروح وأرجع. من تعلينا عمي طلال؟ عمي طلال؟ يعني ننقل البضاعة ولا لا؟ عمي هلا أنتوا جهزوها لبين ما أروح وأرجع. لك بدر الدين؟ والله ما فهمت، ننقلها ولا لا؟ شو بيعرفني؟ فوت فوت. وهي الشاي شرف أبو لمين؟ ما بدي شاي عود. يعني رجعوا؟ لك عم قل لك عود، واصل الدم لنافوخي عود. هات لشوف أبو لمي، شو في وراك هالمرة؟ الحديث بيناتنا؟ ايه بيناتنا. أكيد بيناتنا؟ لك ايه أبو لمعي، عم قل لك بيناتنا. عم فكر أعمل انقلاب. انقلاب لك بس 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 لك اسكت ولا حدا يسمعك. هالانقلاب الله لا يوفقك يا أبو لمعي، الله لا يوفقك. لك اسكت يا دب، انقلاب مو على الحكومة. لكان على مين؟ على عضوات الحارة. يا لطيف، وليش بقى؟ شنو عم ياخذوا قرارات غير صائبة؟ أبو لمعي شو يعني هي قرارات غير صائبة؟ ضب السيرة ضب السيرة. عن شو عم تحكوا انتو اتنين يا درصاني؟ الله لا يحرمنا ياك يا أبو شاكر، ما في شي عم نحكي عن غلاء الأسعار. صحيح عجبكم عن الطرنين؟ شايف؟ سلام عليكم. عليكم السلام. عمي زينب معيتك، بدنا دور شاي للعضوات. لعيونك بدرو. الله يخلي لي اياك. سلام عليكم. إن شاء الله سلامتك يا اللي ببالي. شراب شاي أبو شاكر، لأنه أبو لمعي ما بده يشرب. تعا تعا تعا، وأنا كمان ما بدي اشرب، معي سكر. يا أحسن. لو فيها خير ما رماها الطير. يا حبيبي عليك. أبو شاكر أنت بتحبني؟ بتشك بهالشيء؟ بموت على الأرض اللي بتمشي عليها، بحبك من صمصيم قلبي. لك يقبرني ربك شو بتفهم؟ يعني جاهز ساعدني؟ معلوم، شك ميك على بياض. طيب. الليلة بتجي لعندي على العشاء مشان احكي لك الموضوع كله. انو موضوع؟ لك انت خلص شو بدك، تعال وانا بحكي لك. منت علينا. وانا على كل حال رح خبر كل مؤيديني مشان يجوا الليلة لعندي على العشاء. يعني العشاء دسم الليلة؟ على كيف كيفك ابو شاكير. لك يقبلني اللي خلق يقبلني اللي خلق. ما بظن انه لمعت ورا خطيفة ابوك يا مريم. ليش بقى يعني؟ إذا المخلوقة كانت بالسجن، شو بده يوصلها لعنده؟ طيب مين لك؟ ما بعرف، بدكم تفكروا وتتفحصوا، مين خصوم عدوات أبوكي بتعرفوا مين؟ لك والله فكرنا ودقدسنا وما طلع عداوات لأبي غير لمعات وجوزها. إيه بس هي المرة راحت بحال سبيلها. وبركي طلعت هي من تحت لتحت. شلون؟ وهي بتكون انعدمت. ويمكن تكون لسه ما انعدمت. ما بعرف. هلا خلينا نفوت نتغدى ونكمل حديثنا جوا. لا لا تقبريني، انا خليني روح على البيت. لا ايوه والله ما بتروحي قبل ما نتغدى سوا. يا ميت اهلين وسهلين باميره. تقبشيني. اهلين لبشاره يا مريم. ابوكي رجع؟ لك لا، بس محمد نعرف ليش غاطت بطبريه، وخالتك ام صابر مو عاطيه فرحتها لحدا. الحمد لله خير ان شاء الله. شرفي شرفي. تفضلي تفضلي. شرفتي وآنستي بيتك ومطرحك.
تفضلي ارتاحي. بالمهل يا نادية خانو، ما تاخذيني تاخرت عليك شوي، بس بيني وبينك كنت عند جماعه واعين بمشكله عويصه وطالبين مساعدتي بالمحكمه. الله يعطيكي الف عافيه، نياله يلي بيقدر بيساعد الناس، واجره وثوابه عند رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. بس لا يا حبيبتي، يعني كل شيء لحال، مساعده العالم بالمحكمه حق ادها. كيف برضو بتبقى مساعده؟ يمينا من هالسيرة، انتي كيفك؟ منيحة الحمد لله، انتي شو اخبارك؟ هاتي لشوف، شوفي وراكي. مو انا قلت لحالي بضرب عصفورين بحجر واحد، منه بكسب شوفتك ومنه في الي شغلة بالمحكمة، وبعرف ما رح ترديني خايبة. لا ايوه تكرم عينك، بس لمعلوماتك حتى لو انا وجناب المستشار ما اخذنا شي لجيبتنا، بس معلومك القضية بدها تكلف وبدنا نطعمي ميت تم وتم. مو انا حاسبة هذا الحساب، وتكرم عيونك رح روح اعمل فنجان قهوة واحكي لك السيرة بتفاصيلها. ايه بس خفيها شوي يرضى عليك، لانه عندي مشوار تاني وما بدي جناب المستشار يرجع على البيت وما يلاقيني. لا ايوه شحني قائمة، لا تواخذيني عن اذنك. الله معك. يا سكينة يا سكينة، يلا انزلي تعي كلي لك شي لقمة قبل ما يصير وقت دوامي. يلا اجيت حاش ايه، طمني جبت اخبار مثل ما طلبت منك لمعاد خانو. ايه نعم. ايه بس كمان انت لازم تسألي يلا الخانو ايه انت رح تبعتني على بيروت. ايه والله خايف يكون نفسه فيها حكم الاعدام وتروح علينا يا بنت الحلال. ايه لا من هالناحية لا تحمل هم، مخلوقة عند وعدة بس شكلها هاليومين معبترة شوي يعني، وانا بيني وبينك عم بخجل. افتح مع السيره سيف. هلا معكره ولا مسروره؟ والله عم خاف يعني بتقوم ما تبعتنا على بيروت. قلت لك المخلوقه مو رايقه هاليومين شي. ايه والله خايف يقوموا يعدموها قبل ما تروق ونقعد نقول يا حيف ويا ندم. لك المقوصه من كتر مو ناتوريه ولئيمه بتلبكني لما بجي احكي معها. ليش هلا انت سجانه لما هي؟ لك انا بس يا أخي عليها هيك نظرة بتقص الركب. حاصله لازم تحكي معها وتخليها تبعتني على بيروت. مشي خلاص مشي مشي. هلأ المهم شو أخبار الحارة؟ لساتهم طايشين ولايشين على هذا اللي اسمه أبو طالب أبو بطيخ مبسمر. أيوة. لا ولسه لهلأ مو عارفانين وين أراضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قول بسم الله. يلا من مدة عناصر الشرطة مسكوا عندكم هون حرمة كانت هربانة من الحكومة. مزبوط، من وقت المسكتها الحكومة المختار أبو محسن أخذ أولادها لعنده. يعني الأولاد عند المختار؟ أكيد الأولاد عند المختار أبو محسن. وين بتصير دار المختار عمي؟ بس وصلت على الساحة، مين ما سألت بالساحة وين دار المختار أبو محسن كلهم بيدلوك عليها. مشكور مشكور، السلام عليكم. إذا ما لقيناهم بالنبك مشكلة، إن شاء الله منلاقيهم. إن شاء الله يا رب. شباب خلونا نروح على الساحة فورا. فهمني شو صار؟ الولدين موجودين عند مختار النبك. اطلع برا اطلع. يلا. لازم اسأل جناب المستشار، لأنه هالقضية يلي عم تحكي لي عنها إمانة سهلة بنوبيو. سهلة والله صعبة. كمان أنتِ بتموني على جنابه للمستشار؟ بوعدك رح أعمل كل جهدي معه، بس برجع وبقلك هالموضوع فيه حبل مشنقة ومبتوت فيه. كمان جناب المستشار إيده طايلة وما بيصعب عليه شيء. على كل حال أنا رح أشرح لجنابه السيرة وبرد لك خبر. مو حلوة نفتح بازار هيك قضية بدون ما حليك بهالكم ذهبية. يا عليك يا نادية خانو، كنتي خليهم لبعدين. هيك اتسموا احلى، بعدين مثل ما حكينا فتح بازار. ان شاء الله ما بردك خايبة. عم انتظر جوابك على احر من الجمر. انا شو بيصير معي بجوب خبرك. بلغي سلامي لجناب المستشار وخبريه قوي قلبه، لانه السيرة دسمة كتير. طب
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هلا. السلام عليكم اختار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين وسهلين. تفضل. لا مختار، لا احنا مستعجلين، بدنا نسالك سؤالين نحن حالنا نمشي. تفضل. مختار، الولدين اللي انكمشت امهم عندكم هون بالنبك من فتره قالوا لنا انه موجودين عندك. قصدك الادهم وساميه؟ يا عيني على ربك، هن عندها؟ والله هن عندي ومو عندي. كيف يعني مختار؟ والله ما فهمت عليك. فهمنا يستر عرضه. يا اخي شرف، تفضل. والله ما حيقولنا على الباب. الله وكيلك يا مختار، مستعجلين. طمن قلوبنا، الله يطمنك على احبابك يا ابو محسن. ما لنا بالطويله، اخونا ابو موسى محروم من الخلفه. مين ابو موسى؟ رجال ميسور من عنا. المهم عمي، المهم يوم نسمع بحكايه الولدين طلب يربيهم هو، ومثل ما قلت لكم هو محروم من الخلفه. وابو موسى وينه هلا؟ ابو موسى نزل. لوين نزل؟ نزل على الشام. والولدين؟ اخذهم معه. طيب لوين اخذهم بالضبط؟ اخذهم على بيته يا اخي. عمي وين بيته بالشام؟ بيته يا اخي والله تقول باب شرقي، باب تور، باب كيسان، باب الصغير، هيك شيء. عمي هلا بدنا ندور باب الشام باب باب مشان نلقط الزلمه. شو بدك تساوي؟ هذا حظكم ونصيبكم. مو مشكله مختار، بس هذا ابو موسى شو كنيته؟ بينادوا له ابو موسى النمر. أكيد. ولو جارنا. تفضلت علينا. سلام عليكم. والله ما بيصير. تفضلوا. مستعجلين مختار. سلام عليكم. تفضلوا تغدوا عنا يا زلمة. والله ما حلو بحقنا. سلام عليكم مختار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شو صار معكم؟ طمنوني. فتلنا عليه الأرض يا معلم. المهم النتيجة. ماله أثر في كل المنطقة. يعني وين بده يروح؟ داخ راسنا يا معلم. اسمع مني أنت وياه، رح قلكم جوز كلام حطوه حلق بدنيكم. بحال ما عثرتوا على الزلمة رح يلتغى الاتفاق بيناتنا ورح تطلعوا بلوشي من السيرة. شو هالحكي معلم؟ ايوه، والتعب اللي تعبناه بيروح هيك على الفاضي؟ والخطر اللي حطينا حالنا فيه شو يعني؟ هذا الكلام ما بيفوت براس جماعتي. المهم النتيجة. بس يا معلم ما بدها بسبسة، بتجيبوا الزلمة بتاخدوا كامل مبلغ المتفقين عليه، ومن شنة بهذا بتاخدوا عقكن عدوز بارا، وغير هيك ما في كلام. مفهوم؟ العب يا وليدي العب، ولا تقول غلبتك والهين. ها لكن عمي الحاج عم العب. ها ها هذا ما هو لعب يا وليدي. يعني عمي بصراحه نحن عنا. لا تفصح عن بلادكم بالهين يا وليدي. فهمت عمي، فهمت. والله ما راح افصح، بس انا قصدي انه هي اللعبه ما بنلعبها عنا مطرح مو عايشين. لعاد شنو تلعبون ببلادكم يا وليدي؟ عمي نحن بنلعب برسيس، ورق شده، شطرنج، طاولة زهر، هيك يعني. المنقلة لعبة الشجعان يا وليدي، والزوم يوم تروح لبلادكم تعلمها لرفقاتك وتلعبون وياهم. أكيد عمي، أكيد. بالمناسبة عمي، أنا لعبة المنقلة تعلمتها وصرت أعرف ألعبها كتير منيح. وكاد يا وليدي؟ طبعا عمي. لعاد انزل على الميدان. بأمرك عمي. شرف، ورجينا مرة أجلك. يا الله. لعلمكم يا ضيوف الرحمن، ترى ما حد يفكر يهزم الحاج نوفل بالمنقلة، لأنه بكل طبرية ما حد قبل قدر يهزمه. أعوذ بالله يا أنسة حليمة. ليش نحن يا أنسة حليمة؟ قد الحاج نوفل ولا قد جنابك؟ طمني يا عطا، كيف صار الجرح؟ لا الحمد لله عم يطيب. الحمد لله. بده وقت يعني ولا؟ المهم الله انقذك والجرح بيطيب لحاله. هذا كله بفضل رب العالمين وبفضلك يا ابو العطا وبفضل نباهه بنتكم، الله يحمي. بظن الاكل صار جاهز، شو رايك نطلع ناكل برا؟ منا بناكل ومنا بنغير جو.
هلي بتشوفه. قول يلا. وهي احلى كاسة شاي لاحلى شريك. يعني معقول ندق ابواب الشام باب باب منشان ندور عن انبوس النمر منشان نلاقي ولادها للخانو؟ ليش عندك حل تاني؟ لا والله يا صاحبي. شفت؟ منشان هيك لازم نخلي هذا المشوار لصالحنا. شلون؟ اها شلون؟ يعني اذا بدنا نلاقي الاولاد من اول مشوار سعر، واذا بدنا نلاقيهم بعد ما ندق ابواب الشام كلها سعر ثاني. والله معنك قليل بنو. لازم خلي رقبتها بايدي. لازم. وانت ايش؟ الله يعطيكم العافية. الله يعطيك، نورت الدار. الله يخليكم، بوجودكم الله يخليكي. شهلوا يا بنات، ضيفنا جوعان. ما تقول إلا الأكل جهز يا أبي. المهم يا أبو العطا، أجل لي الحكي لبعد الأكل. أنت لازم تاكل مشان تعوض الدم اللي روحته. تفضل تفضل. حاضر. يا رب. أنا اللي بدي أقول لك يا أبو العطا، قلنا أجل الحكي لبعد الأكل. حاضر حاضر. معقول يكون راح على الشام؟ ما بتصور. ليش؟ لأنه ليلتها على الأغلب بتصاوب، وإذا كان بتصاوب صعب يوصل على الشام. غازي عم يحكي صح. مزبوط عمي غازي. وبده وقت ليطيب ويندمل جرحه. إيوه، وفي حال ما كان متصاوب معناتها بيكون شد على الشام. طيب، معقول يكون راح على القدس؟ وارد. معناتها لازم نقلب الأرض عليه ونلاقيه ونمسكه، ولا بتروح السروة منا مثل ما قال معلم فاضل. ونحن جاهزين من إيدك هي لإيدك هي. شو بدك آمين؟ السروة مو بس إلي يا شباب، السروة إلنا نحن الثلاثة. إذا راحت السروة اللي وعدنا فيها المعلم فاضل، يعني راح نقضيها طول العمر كحيانين وجوعانين. إلا هنجيبه من قلب الشام، وين بدي روح يعني؟ بالشام راح تصعب المهمة، طالما إنه في شك 1% إنه راح القدس. خلونا ندور عليه بالقدس. والله بتحكي مزبوط. مزبوط. يلا، قوموا جهزوا حالكم. يلا. يلا شباب، يلا. يا رب. يلا. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، وين بدي روح؟ وين؟ يا أخي يا أخي، المسألة ما وقفت عند حش مناخير صباح أفندي بكل كبيرة وصغيرة. قرارات الحارة وبس. نولنا أبو لمعي، نولنا. يا جماعة، كل شي صار من تحت راسه لصباح أفندي وكترة غلبته، العضوات ما عاد قبضونا ولا عاد أخدوا برأينا لا بكبيرة ولا بصغيرة، وجايين من عالم تاني. كلامك مزبوط. وبنومس نومس إيه؟ ليش نحنا ما بنعرف نسأل وندور على الزعيم أبطالي؟ بطل! هذا الحكي كان قبل بليلة، بس لا، من بكرة الصبح صار غير موضوع وغير سيرة. نحنا ما عاد نسمح لهم يتجاوزونا بتاتاً بتاتاً بتاتاً. ولازم نفهمهم أنه نحنا منفهم ومنعرف نخطط، ولازم نملي عليهم هذا الشيء. معلوم. سر يا أبو لمي على بركة الله، ونحنا بظهرك، نحنا بظهرك، نحنا بظهرك. ولازم تعرفوا أنه يا نحنا يا الأعضوات. إيوه، شو بيهوي من هيك عضوات؟ وابو لمعي بيحكي باسامينا كلياتنا. اخي ابو لمعي زعيم كتلتنا، وهو مثلنا عمي. نعم. لك يقبرني ربك يا ابو الفوز، شو بتفهم؟ تعال عندي، تعال افتح لي تمك ابو الفوز. هاي احلى كتله لحمه لابو الفوز. ابو لمعي اجو ابو الفوز احسن مني، لا لي شي كتله. لك يقبرني ربك، لك انت بتامر. والله ما عم لاقي لك. خوت حزب هالليبرال. لك لك دول حزبات، لك دول حزب كامل الدتاب. فكفكم. لك لسه ما شفتوا شي، بدكم تشوفوا الكتل والأحزاب بالسطل. لك طول عمرك أبو لمعي. يطول عمرك أبو لمعي. يطول عمرك أبو لمعي. يطول عمرك أبو لمعي. زعيم الكتلة يا أبو لمعي. زعيم الكتلة يا أبو لمعي. زعيم الشلة يا أبو لمعي. زعيم الشلة يا أبو لمعي. زعيم الكل يا أبو لمعي. زعيم الكل يا أبو لمعي. يا أبو لمعي يا أبو لمعي. أبو لمعي يا أبو لمعي. خد عليك خد عليك خد عليك خد عليك. بصت نار عطيني بصت
اعطيني اياه. ازدهار؟ قلت لك جوزي بصير زعيم الحارة؟ يوه تقبريني وليش ما بصير؟ بصير وبصير ونص كمان. يوه فلان يا فلان افتكار بتبوبين مرت الزعيم ابو لمعي. يا على قطعتك يا مرتخي. والاحلى من هاي بكره بيقولوا اخته ازدهار للزعيم ان شاء الله ما يبلى يا حق. مو كتير على الله شي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وينك؟ بركي بكره بيسحاله لجوزي يصير مختار الحاره. هاي تاخديه مني. من حقلك مرتخي. لكن حبيبتي ساعتها انا بكون مرت الزعيم يلي ما بيرد له ولا طلب واحد. تقبري قلبي يا مرتخي. يعني يا ابو العطاء انا اللي بدي اقوله انه انتوا الله يعطيكم الف عافيه وكثر خيركم كفيتوا ووفيتوا. يعني المره الماضيه مرقت على خير، هلا ما بتعرف شو بصير معي. والشيء اللي عملته كريمتكم انا ما رح انساه بامري. انا ما عملت غير واجبي تجاه ضيف بحمى بيت ابو العطاء. بس انت اللي عملتيه رح يكون دائم برقبتي طالما انا عايش. ما رح انساه بنوب اللي عملتي بفوق التصور. الله يخلي لك ياهم. بس أنا يا أبو العطا خايف إنه يرجع هدول الزعران مرة ثانية، وأنا ما بدي سبب لكم مشاكل. بس رحيلك متوقف على شفائك. أنا بترجاك تفهمني منيح يا أبو العطا. الشيء اللي صار أنا ما فيني أتحمله. بكلامك هاد وبتعجيلك بالروحة عم بحسسني وكأني عملت الحرام لا سمح الله. أعوذ بالله يا بنت الكرام، أنت اللي عملتيه ما حدا بيعمله غير الطاهرات العفيفات. لكن ليش مستعجل هالروحة؟ نحن من ناحية مبسوطين كتير بوجودك، ومن ناحية تانية ما عم نعمل غير واجبنا، ونحن مو متأذين أبداً بوجودك معنا. يا بنت الحلال أنا ما بدي أعملكم مشاكل بوجودي هون. لا شكلك مليت منا وما عدت بتشوف. أعوذ بالله. هي عم تتعوز هلا، بس ليكك رح تمشي وتتركنا وجرحك بعده ما طاب. من بعد اذنك يا بي. تفضلي. ممكن اسالك سؤال؟ ايه تفضلي. يعني صار لك عنا كم يوم ولسه ما سالناك، حضرتك من وين؟ انا من الشام. من الشام؟ ومن الانوات. الله مبارك بالشام وباهل الشام. الله يخليك يا رب. بيقولوا الشام حلوه صح؟ كثير. كل الناس بيتمنوا يعيشوا بالشام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نيال اللي إله موطئ قدم في الشام. الحمد لله الحمد لله.